الدرس الرابع هو عصر المجد الحربي أو عصر الدولة الحديثة من الأسرات 18 إلى 20. يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي بسبب اهتمام ملوك الدولة باتساع ملكهم وزيادة مساحة إمبراطوريتهم، ولذلك خاضوا العديد من المعارك العسكرية وحققوا فيها انتصارات رائعة على أعدائهم زي الحيثيين والهكسوس. وترتب على كده إنهم استطاعوا أن يكونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت خارج حدود مصر في قارتي آسيا وأفريقيا، وشملت بلاد بونت جنوبا حتى بلاد الرافدين اللي هي العراق حاليا شمالا، مسيطرين كمان على بلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا. أشهر ملوك الدولة الحديثة زي ما احنا شايفين عندي الملكة حتشبسوت، تحتمس الثالث، أمنحتب الرابع، توت عنخ آمون، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث. طبعا احنا عارفين ان مؤسس الدولة الحديثة هو الملك أحمس الأول. الملكة حتشبسوت من أشهر نساء مصر، حكمت مصر أكتر من 20 سنة. تميز عهدها بالسلام والأمن والاستقرار، تكوين علاقات تجارية مع الدول المجاورة، أرسلت رحلتين تجاريتين إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا لإحضار البخور والعاج والأحجار الكريمة والخشب وجلود الأسود. كمان تميز عهدها بالبناء والتشييد، فأقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك. الملك تحتمس الثالث من أعظم ملوك مصر بسبب أعماله في مجال الحرب والإدارة، كان قائد حربي عظيم. أهم أعماله الحربية أو في مجال الحرب: 1. أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. إمبراطورية يعني دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية. 2. قام ب 16 حملة عسكرية ثبت فيها نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا. 3. ثبت حكم مصر في بلاد النوبة. 4. قسم الجيش إلى قلب وجناحين. 5. اخترع حرب المفاجأة. 6. أنشأ أسطول قوي فرض به سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا. 7. انتصر على أمير قادش في معركة مجدو. أما أعماله في مجال الإدارة، قام بإحضار أبناء الأقاليم الأسيوية ليعلمهم في مصر، ده ترتب عليه إن هم مشبوا على الولاء والطاعة لمصر. كسب الأمراء الأسيويين مما ساعد على تماسك إمبراطوريته ونشر الثقافة المصرية في بلاده. الملك أمنحتب الرابع أو إخناتون تولى عرش البلاد، عمره لا يزيد عن 16 عام بعد وفاة أبي أمنحتب الثالث، تزوج من الملكة نفرتيتي. عصره كان مختلف، اهتماماته كانت مختلفة، كل اهتمامه بأمور الدين والعبادة، عشان كده بنقول إن هو أول من قام بثورة دينية في تاريخ البشرية، حيث نادى بعبادة إله واحد فقط هو الإله أتون، ورمز له بقرص الشمس تخرج منه أشعة تنتهي بإيد أدمية توزع الخير على البشر. عشان كده غير اسمه إلى إخناتون وبنى عاصمة جديدة لعبادة الإله أتون، مدينة أخيتاتون. لكن ده أدى إلى غضب كهنة الإله آمون والآلهة الأخرى، وانتهت العبادة الإله آتون بوفاة صاحبها الملك توت عنخ آمون. تولى حكم البلاد بعد إخناتون مباشرة، فعمل على إلغاء عبادة آتون وأعاد عبادة الإله آمون، وعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى. شهرته بترجع إلى اكتشاف مقبرته كاملة عام 1922. الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة 19، بنقسم أعماله لأعمال خارجية وأعمال داخلية أو عمرانية. أعماله الخارجية يعني خارج مصر، عمل على إعادة النفوذ المصري إلى بلاد الشام
الذي فقدته مصر بعد ثورة إخناتون الدينية، خاض معارك عديدة ضد الحيثيين استمرت 15 سنة، أشهرها معركة قادش اللي انتصر فيها على أميرهم وعقد معاه أول معاهدة سلام في التاريخ. المعاهدة نصت على وقف الحرب بين الطرفين، إعادة العلاقات الودية، مساعدة كل طرف للآخر في حالة الحرب، معاهدة اتفاق بين طرفين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم. أما أعماله الداخلية أو العبرانية فتمثلت إن هو قام بتشييد أو بناء 6 معابد، أشهرهما معبد أبو سمبل ودي أنقذته هيئة اليونسكو من مياه السد العالي، أتم بهو الأعمدة في معبد الكرنك، أعمدة يعني العمدان الضخمة، وبهو يعني زي صالة أو طرقة كبيرة، أقام عدد من المسلات ما زالت إحداها بالأقصر والأخرى في باريس عاصمة فرنسا. اليونسكو هيئة من هيئات تابعة للأمم المتحدة تهتم بالثقافة والتربية والعلوم. الملك رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة 20، يعتبر آخر فراعنة مصر العظام. ليه؟ لأنه نجح في إزالة خطر لا يقل شدة عن خطر الهكسوس، حيث نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط وهزمهم مرتين، بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي، بالإضافة أنه تصدى لقوات الليبيين اللي هاجموا حدود مصر الغربية وانتصر عليهم عند وادي النطرون. بعد كده عندي ضعف وسقوط الدولة الحديثة. بعد موت رمسيس الثالث تولى حكم مصر ملوك ضعفاء وزاد نفوذ الكهنة، وانتهى بأن أحدهم تولى حكم البلاد، وبكده انتهى عصر الدولة الحديثة. تدخل مصر مرحلة ثالثة من مراحل الفوضى والضعف اللي هي عصر الاضمحلال الثالث أو العصر المتأخر، يشمل الأسرات 21 إلى 30. سادت البلاد حالة من الضعف والفوضى، عرضتها للأضماع الخارجية وخضوعها للنفوذ الأجنبي. استمر الكلام ده لغاية ما ظهر ملك قوي، هو الملك أبسماتيك الأول، اللي هو ظهر في مدينة سايس وأسس الأسرة 26، حيث استرد لمصر حريتها واستقلالها وقوتها الاقتصادية، فعمل على تكوين جيش قوي، نجح في طرد الأشوريين من مصر، دول من ضمن الناس اللي احتلوا مصر في العصر الاضمحلال الثالث، وضم إقليم منف، وعمل على تنمية التجارة مع المدن الفينيقية. بيجي واحد من خلفائه اللي هو الملك ناخاو، حيث أكمل مسيرة التقدم، فأعاد حفر قناة زيزو ستريس، وأرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا استغرقت 3 سنوات. نيجي نشوف نهاية الحكم الفرعوني. انهارت الأسرة 26 عندما غزا الفرس مصر عام 525 قبل الميلاد، واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30. ثم خضعت مصر لحكم اليونانيين ثم البطالمة ثم الرومان حتى جاء الفتح الإسلامي وخلصهم من يد الرومان عام 641 ميلاديا على يد القائد عمرو بن العاص.